السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب اليوتيوب. المرة دي مش في حلقة جديدة، المرة دي بس عايز أوضح نقطة صغيرة بالنسبة للناس اللي بيكلمني على فيديوهات الشرح اللي هي الفيديوهات المدفوعة. السؤال المتكرر، هل هو لو أنا اشتركت دلوقتي هلاقي فيديوهات الشرح؟ أيوه، فيديوهات الشرح دي فيديوهات مسجلة موجودة على اليوتيوب، ولكنها فيديوهات خاصة أو مدفوعة بأجر. الأجر بتاع اللي هو الرمزي ده اللي هو 50 جنيه لتكمال لحلقات شرح المنهج بالكامل، 50 جنيه للمنهج بالكامل، ضيف عليهم كمان حلقات المراجعة وحل الامتحانات النهائية، هتكون جزء من الكورس المدفوع. يعني 3 كتب الخارجيين اللي احنا بنحل فيهم اللي هم المجانيين، لا هنتوقف عند المجاني، عند الامتحانات النهائية. هتكون الامتحانات النهائية سواء من كتاب الامتحان أو الوافي أو نيوتن جزء من الكورس المدفوع اللي هو ثمنه كام بقى تاني، 50 جنيه للترم كامل. الاشتراك متاح لنهاية الترم، يعني اللي قبل الامتحان بيوم الاشتراك موجود، يعني انت من حقك تشترك، الحلقات موجودة، دي بتتوقف على مقدرتك انت في جمع المعلومات. يعني قادر تذاكر المنهج في شهر ومفيش مشاكل، تعال عند أول رمضان اللي هو أول يوم في رمضان لسه بعيد كده على الامتحانات شهر، واشترك معانا وذاكر المنهج بتاعك في شهر. إمكانياتك إيه؟ محتاج شهرين تقدر تشترك من أول شهر، من حالا، من دلوقتي، عفوا، من النهاردة. النهاردة إيه؟ نص ثلاثة تقريبا. الاشتراك متاح في أي وقت، حلقات الشرح موجودة في أي وقت، حلقات الشرح دي حلقات مسجلة، وطبعا في جروب واتس بنرد فيه على الأسئلة والاستفسارات اللي عندكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.